المنبر العلي بفكره الرشيد، به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العلي بدرب آل المصطفى، المنبر العلي. صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا ابن رسول الله، يا سيدي. فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحياة الهطال يا معهدا ويا جنة الفردوس، دانية القطف فكم مر لي عيش حلا فيك طعمه ليالي يقصف الويل. فيها لمن يصفي بسطنا أحاديث الهوى فانطوت لنا قلوب على صافي مودة والعطف فشتتنا ريب الزمان، وإنهم لمنتقدون شمل الأحبة بالصرف. كأن لم تدر ما بيننا أكوس المنى ونحن نشاء ولا نموت من الرشف ولا نقضي أيام الصبا وبها الصبا تمر علينا وهي طيبة العرف. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة التي
حرمتها شهام الدهر وهي صوائب بشجو إلى أن جرعت غصصا شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجس من أولئكم وما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم فأبى أنت وجند الغاب يقدح بالحشا تعثر بالأذيال مثنية العطف وجاءت إلى الكرة تشكو اعتظامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف وما برحت مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفر إلى أن قضت مكسورة الظلع مسقطا جنين لها بالضاء أرب مسودة الكتب يا قلب ذوب وهل يا دمعي يا دمعي على المجد وتصرخ يا ظلي بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تضمنت هذه الآية الكريمة مجموعة من الأحكام وأول ما بدأت
تناولت موضوعا لعله من أخطر المواضيع في تاريخ الإسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وطبيعة الحال ولاية النبي صلى الله عليه وآله مستمدة من ولاية الله، والله عز وجل ولايته ولاية تربية وولاية تشديد وولاية تغذية. يعني ما نتوقع أو نتصور أن أكو ولاية من وراءها قهر أو من وراءها مثلا نوع من الشطط أو نوع من الاعتداء. ولاية الله عز وجل كلها عطاء. الباري تبارك وتعالى بالنسبة إلى عباده عباده ضعفاء، وهو القوي وهو الجبار وهو القادر. ولايته بالنسبة إلى الضعفاء احنا نشوفها نشاهدها بالحس، نلاحظ أن ولاية الله عز وجل نوعين، أكو نوع منها تكويني ونوع تشريعي. النوع التشريعي يشددنا بالأحكام، والنوع التكويني يغذينا ويربينا ويوجهنا، وكلنا من عطاء الله، نحن رشحة من عطائه. زين، ولاية النبي مستمدة من هنا، فما يتصور أنها تصطدم مع الحرية كما قد يصور البعض. يقول الإنسان خلق حرا، شنو معنى أن واحد يكون عليه ولي يوجهه أو يرشده ويصير أولى به من نفسه؟ واقع الأمر يعني الآن إذا أراد عقلك من الداخل يوجهك إلى الصواب، هل تعتبر هذا لون من التسلط أو الشطط؟ طبعا لا. كذلك النبي عقل من الخارج، والعقل نبي من الداخل. النبي يشدد يوجه، النبي نعم يحوطنا يرعانا يوجهنا. فما نتصور أن ولاية النبي بها شيء من القهر أو شيء من التسلط، لا. نعم أكو نقاط يتوقف عليها صلاح المجتمع، الله عز وجل منح النبي هالصلاحية يتصرف كيف ما يريد. خلي أقرب لك المعنى. يعني الآن لو نجي إلى التشريعات المالية في الأوضاع الاعتيادية، الاقتصاديين المسلمين لما يمرون بها النقطة، أفرض نريد نبني مجتمع، المجتمع اللي نريد نبنيه مو كافي عليه، هاي مثلا إيش كم في الزكاة أو إيش كم في الخمس مثلا، هاي مو كافية أن تنشئ مجتمع متكامل، احنا بحاجة الى تشريع من وراء هذا. هذا بالاوضاع الاعتيادية كافي، بالاوضاع الاعتيادية كافي يشد الحاجة. لكن الامم تمر بظروف ثانوية، هاي الظروف الثانوية تحتاج الى طاقات مالية كبيرة. الاسلام يخول الرسول صلى الله عليه وآله ان يمد يده الى رؤوس اموال الاغنياء فيردها على الاحتياجات العامة، على الخدمات العامة. طبعا إذا كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فبدليل الأولوية هو أولى بهم من أموالهم. زين، فأكو أشياء من هالنوع افرض قد يكون أكو بيها للجمهور رأي، ورأي الجمهور وإن كان الكتاب يطون رأي الجمهور مناعة، يقولون أن الجمهور إذا عنده رأي هذا رأي شائب سليم، مو معلوم، مو معلوم، لأن الجمهور مكون من أفراد. الله عز وجل يخول النبي صلى الله عليه وآله أن يتدخل أحيانا ويضع النقاط على الحروف، يقولهم هذا اللي تتجهون إلى ترى غلط، هو أولى بهم من أنفسهم. المهم يشددهم، هذا مفروغ من عنده، أن ولاية النبي بالنسبة لنا ولاية تنظيم وتشديد وتوجيه. لأن العقل الإنساني، شلون أقرب لك المعنى؟ الآن أنت عينك ما بيها شيء سليمة، لكن إذا صار الظلام ما تشوف. ليش؟ لأن بعض شروط الرؤية ما تتوفر. شرط من شروط الرؤية يكون أكو ضوء، ويكون أكو وسط يحمل الضوء. بالليل ماكو ضوء، إذن البصر كما يحتاج إلى الضوء العقل يحتاج إلى ضوء. منين هذا الضوء؟ تشديد السماء. تشديد السماء يجي على من؟ يجي على يد الرسول، هو الرسول صلى الله عليه وآله يشدد ويوجه ويحمل رسالة السماء إلى الأرض. ف
فإحنا في مشيش الحاجة إلى ولاية النبي صلى الله عليه وآله وولاية أهل بيته امتداد الطبيعي الذين منحهم الله عز وجل هذا الحق. طيب إذن الآية أول ما واجهتنا بهذا الأصل الضخم، أنه أنتم صحيح لكم سلطنة على نفوسكم ولكم حق تتصرفون في كل ما يعود لكم، لكن النبي أولى بهذا التصرف منكم. ليش أولى؟ لأن أنتم ما بلغتوا درجة من الكمال بحيث تقدرون تعصمون أنفسكم من الغلط أو الشطط، لكن المعصوم اللي يحمل رسالة السماء يحمل لكم الخير. طيب من بعد هذا المقطع ننتقل إلى المقطع الآخر من الآية. المقطع الآخر يقول وأزواجه أمهاتهم. شنو معنى أزواجه أمهاتهم؟ يعني الآن إحنا نساء النبي نقيم عليهن كل الأحكام، نجري عليهن كل الأحكام اللي تجرى على الأم، يعني مثل ما أنا شنو الأحكام اللي الله مرتبها علي بالنسبة للأم لأمي، هاي الأحكام كلها تترتب بالنسبة إلى نساء النبي ها أو لا؟ يعني مثلا أفرض زوجة النبي ولدت بنت، هذه مثل ما لو أمي ولدت بنت وهي أختي ما أقدر أتزوجها، كذلك لو وحدة مثلا من نساء النبي ولدت بنتا ما يصح لي أن أتزوجها؟ لا طبعا مش، ولذلك بنات النبي زوجا زين من المؤمنين، مع فرض أن النبي أب للمؤمنين. نعم النبي أب للمؤمنين، كما أنه في قرآن أبي، ألفت نظرك، في قرآن أبي الآية هكذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، هكذا في قرآن أبي يقولون، لكن ما كتبت هذه، هذا المقطع ما كتب. المهم النبي على كل حال هو أبو الأمة، وإذا كان أبو الأمة فهل معنى ذلك أن إحدى أزواج النبي إذا ولدت بنتا لا يسوغ لنا أن نتزوج تلك البنت؟ طبعا لا مج، وباقي الأحكام أحكام كثيرة. إذن شنو معنى وأزواجه أمهاتهم؟ يعني شنو هالمقدار اللي يحقق الأمومة بالآية الكريمة؟ ما هو؟ بس في مقام التزوج من نساء النبي، بس هاي نبالي، يعني وأزواجه أمهاتهم من ناحية حرمة الزواج منهن بس هاي، يعني أن زوجة النبي ما يمكن أن تتزوج أو أن تتزوج من بعده، لا هي يشغلها ولا يشغل واحد أن يخطبها، نبالي من هالناحية نساء الأنبياء لا يتزوجن، يعني أما فيما يخص النبي فهو قدر متيقن. الأنبياء السابقين البعض يقول الملاك واحد والعلة مضطردة، والبعض الآخر يقول لا، على العموم موضع نقاش بين المذاهب الإسلامية، إلا أنه فيما يخص النبي صلى الله عليه وآله أزواجه أمهاتهم طبعا ما يشغلها زوجة النبي أن تتزوج. إذا عرفنا هذا أروي لك ما يذكره مؤرخ المسلمين عامة، يعني مو إحنا ننفرد بها الرواية، لا لا، الرواية يروها، سأروي لك رواية يروها كل المسلمين كل التفاسير، يقولون لما نزلت آية الحجاب النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه ألا يكلم نساءه إلا من وراء حجاب، لما نزلت الآية بذلك نعم وقف طلحة قال، التفت للتعبير هذا اللي نقل الشيد بن طاووس بالضبط، قال أيريد محمد أن يمنعنا من بنات عمنا؟ والله لو قد مات لنجولن بين خلاخيل نسائه. مصيبة أخي والله مصيبة، لا مصيبة شنو؟ أنت أولا تضرب لي سياج تقول لي خلي لك فرد سياج داير مداير دولة لا حد يدن ليهم لأن دولة فرد بشر مقدس، يا أخي أنت تروي هالرواية
انت لما تروي هالرواية ترتب عليها لازم باطل او لا، عندك لازم باطل لو ما عندك ترتب عليها اثر الرواية او لا. اولا شوف التعبير، لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، ويعبر عنا باسمه للنبي بدون اي شيء، لا يكرم النبي لا يوقره، وحدة يظهر في نفسه هوى لزوجة رسول الله. هاي اثنين. ثلاثة إيجابه القرآن وجها لوجه، القرآن يقول أزواجه أمهاتهم، هو يقول لا، إذا مات احنا نتزوج نجول بين خلاقين نسائه. شوف التعبير، تعبير يدل على ما يدل عليه على كل حال. زين، هذا اللون الواقع لو قد مات لنجولن أو لنتزوجن نساء على روايتين، أن هكذا كيف يتم هذا مع ما فرض الله عز وجل علينا من توقير النبي، وفرض علينا أن هالبيت لا نتشور على حرمته، هذا بيت الرسالة، بيت يجب أن ما نتشور على قداسته، يجب أن نقف عنده. وتفضل الآن هذول هكذا إذا مروا بأم المؤمنين، وتعال شوف إحنا، شوف عدنا، ابتداء من إمامنا، ابتداء من أمير المؤمنين سلام الله عليه، وانتهاء لنا. هاي الآن بين يديك كتبنا، لأنه أنا درجة أكد على هالنقطة هالأيام، لأن هالأيام معظم الأشرطة اللي تتوزع ترمينا بأننا نرمي زوجة النبي، نعم، بالانحراف. نعم، وتأمل، تفضل، هاي بين يديك مؤلفاتنا، هاي تفاشيرنا، ما عندنا واحد يذهب إلى هذا الرأي. قلت لك صحيح، نحن ندينها لأنها قاتلت إمامها بلا كلام، هذا ما في كلام، هذا واضح من رأينا. لكنه واحد يجترع على عائلة رسول الله ويجترع على قداستها وعلى حرمتها؟ أبدا. يعني أكثر ما تجرى عليها واحد قال عنها جاءت مع الأدنين فيها ودجن تزجي إلى البصرة أجنادها. زين، هذا كل ما قاله، ما أكو عندنا واحد إجرم زوجة النبي بشيء. ابتداء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قطع طريق إلها، وهو يمشي على أشلاء من الضحايا إلى أن وقف على هودجها، وهذا موقف يخلي الأعصاب تغلي. لكن مع ذلك هذا الرجل بما عرف عنه من سمو ومن نوبل ومن ارتفاع وقف وقال لها: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرجوك. هذا كل ما قالها، قال ترى ذولا اللي طلعوك ويا ما أنصفوك، المفروض أنت يحترموك، أنت زوجة رسول الله، هذول صانوا نشاهم وطلعوك عرضوك أمام الناس. تتأمل هالموقف هذا النبيل، هذا الموقف النبيل. وهو بيش قوبل هو الرجل لما وصل نعية، إلى المدينة، وقفت المرأة تقول: فإن يكن نائيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب. العرب إذا إجا واحد ينعى لواحد عزيز عليهم يقولوا له: في فمك التراب، يعني الله يترس حلقك تراب، جبت لنا خبر مؤلم. هاي تقول: لا، نعاه ناع ليس في فيه التراب. هذا اللي جاب نعية، نعم، ينبغي أن ندعي له بأن الله يعطي إجازي، لأن مو نحطه بحلقة تراب. هذا الفرق. شوف الفرق، شايف الارتفاع وين وشايف النزول وين. إذن ابتداء بالإيمان من هنا، وبعد ذلك تفضل، هذا رأي أئمتنا ورأي أهل البيت ورأي فقهائنا كلهم ومؤرخينا، إذا مروا بها ينزهوها. نبه على أني أنا أكو نقطة واقعا ما أريد أخوضها لأنه ما تشكل فرد شيء مهم، يعني على شك أن قضية الإفك هي ويا عائشة، قضية الإفك ترى مو ويا عائشة، هي ويا ماريا القبطية، لأنه الرواية مال قضية الإفك على أشياء مروية في أكثر من كتاب، يعني تشتلحك
وإلا الواقع الرواية متداعية متهالكة على نفسها، لأنه ما معقول هالصورة اللي رويت وأنها شالوها وبهودج وعلى حساب عقد من الجزع ما إلى قيمة تأخرت عن القافلة، واللي شال الهودج ما يعرف أن الهودج خالي وهي مراكبة به. الحكاية كلها محل تأمل. بس يلا بناء على صحتها، بناء على أنها فيها نزلت. المهم أن ما عندنا واحد ممن يمت إلينا من قريب أو من بعيد إذا مر على هالمرأة ما ينزهها، ما لأن تنزيهها تنزيه عرض رسول الله. وما زنت امرأة نبي قط، ما يمكن الله عز وجل يخلي بعض أنبياءه يبتلى بهذا البلاء، لأن هذا بلاء في الواقع يحط من قيمة النبي. أرجع للآية. إذن أزواجه أمهاتهم، زين أمهاتهم من هالناحية فقط، يعني من ناحية أنه يحرم التزوج منها. ارجعنا إلى المقطع الثالث. المقطع الثالث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. زين هاي شنو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ احنا عندنا مراحل الميراث مرت بثلاث أدوار. الميراث طبعا نظرية المشرع الإسلامي بالنسبة للميراث أن الإنسان مثل ما يورث أولاده صفاته خواص الجسدية والنفسية، من العدل أن يورث أولاده أمور المادية. يعني أنا وإنت الآن مثلا أبوي وأمي وأقاربي انطوني مواريثهم. شنو هي مواريثهم؟ يعني يطوك جسم، طول الجسم، قصر الجسم، لون الشعر، خواصك الجسدية، خواصك النفسية. هاي أمور يتحكم بها جين مثل ما يعبروا عنه، هذا الجين اللي ينقل لك الخواص الوراثية، هذا من الأبوين، هذا غصبا عليك. يعني أنا ما أقدر إذا أبوي انطاني جسم ضعيف الدنيا كلها ما يمكن تعطيني جسم قوي أبدا، وإنما الخواص الوراثية. إذن من العدل إذا كان الأبوان يورثون أبنائهم خواصهم الجسدية والنفسية، من العدل أن يورثوهم أمورهم المادية، يعني الأموال. طيب إذن قانون الوراثة قائم على هذا. شلون بدأ هذا قانون التوريث، قانون الميراث؟ أول ما بدأ التوارث كان بالتعاقد والتعاهد. شلون يعني التعاقد والتعاهد؟ أول ما إجى الإسلام كانت أكو عدة جاهلية، في أيام الجاهلية قاعدة عادة، واحد يجي إلى الآخر يحط يمينه على يمينه يصافحه يقول له دمك دمي ثارك ثاري، أطلب بدمك وتطلب بدمي، أعقل عنك وتعقل عني. يتعاهدون ما بيناتهم ويوقعون ما بيناتهم، يوثقون هالعقد هذا بيش؟ بالمصافحة. كان إذا شووا هاي العملية إذا مات واحد من عدم الثاني يأخذ سدس أمواله، سدس أمواله يأخذها الثاني. كانوا يتوارثون مبدئيا بهذه الطريقة في أيام الجاهلية، ميراث بالعقد. فقهاءنا يسموه هذا ضمان الجريرة. زين ضمان الجريرة هذا بالفعل الشوافع الآن يعتبروا باطل، ما شفت أنا شرائي باقي المذاهب الأخرى، لكن الشيعة عدم أن هذا مو باطل موجود ضمان الجريرة. النبي صلى الله عليه وآله قال هاي الأحلاف اللي كانت أيام الجاهلية وما تصطدم بمبدأ من مبادئ الإسلام تمسكوا بها. فعلا أقر النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى، وإلى الآن احنا عندنا ضمان الجريرة. كتب الفقه عندنا تفتح له أبواب وتعتبره ما يعني مو منشوخ، مو منشوخ هذا اللون، نعم مو منشوخ. طيب شو وقت مو منشوخ؟ إذا ما أكو وارث نشبي ولا وارث شببي. مرة أكو وارث نشبي ابنه أو أخوه، مرة ما عنده لا ولد ولا أخو وارث نشبي، ما أكو مثلا وارث شببي زوجة مثلا. فإذا أكو وارث شببي أو نشبي هذا ما يلحق شيء، لكن إذا ما أكو وارث شببي أو نشبي
هذا اللون من التوارث قائم موجود عندنا حتى الآن. طيب بعدين اتطورت إلى شيء آخر. الشيء الآخر شنو؟ الميراث صار بالهجرة والإيمان. مسلم مهاجر يرث المسلم المهاجر. شلون؟ كأنه النبي صلى الله عليه وآله أول سنة من الهجرة ثلاث أعمال قام بها، وأعمال كانت ضخمة. هاي الأعمال الثلاثة شنو هي؟ أولا بمجرد أن طب إلى المدينة آخى بين المسلمين، قام يجيب الأنصاري والمهاجري، يجعل هذا أخو لهذا وهذا أخو لهذا، آخى ما بينهم، وكانت عملية موفقة غاية بالتوفيق، لأن حققت نوع من المؤاخاة وبعد نوع من المساواة. لأن مثلا كان يجيب لواحد ضخم، كان يجيب لواحد ضخم من هذول اللي ما عنده ما يعين إلا إلى روحه لما يمشي، يجيب يا أخي ويا من؟ يا أخي ويا واحد عادي. مثلا يجيب بلال الحبشي يحطه ويا رويحة الخثعمي، نبه لي، يجيب مثلا من هالنوع رؤساء من رؤسائهم السابقين الضخمين يحطه ويا واحد من اللي كان يوم من الأيام عبد عند المسلمين وأعتق، يخليه مثلا إلى جانب عمار، مثلا إلى جانب فلان، إلى جانب فلان. يعني فد مؤاخاة حققت المساواة أولا، شحقت هالعنعنات اللي كانت ما بيناتهم، هاي العنعنات اللي كانت تصل إلى درجة ما تطاق، نبه لي، تصل إلى درجة ما تطاق. وليش تروح بعيد؟ مو بس بالجاهلية، بالإسلام يا أخي بالإسلام. أرجوك، هارون الرشيد قاعد ويما جماعة الفضل بن العباس، العفو، الفضل بن الربيع وجماعة قاعدين يما، وواحد من القاعدين ما دعينا إلى الرشيد، الرشيد عطش، لما عطش شمته. شنو معنى شمته؟ يعني قال لي يرحمكم الله، هاي الطريقة المطبعة اللي نستعملها الآن، شمته. شاف الرشيد تغير وجهه والربيع تغير وجهه، طلع، لما طلع صاح للربيع قال له أنا سويت شيء غلط؟ يعني عملت فد شيء مو مقبول؟ قال له بلى. قال له شنو هو؟ قال له أنت أصبت السنة ولكنك أخطأت الأدب. عجيب، يعني يقول له أنت صحيح السنة يعني أمر النبي قال اللي يعطش شمتوه قلوا له يرحمكم الله، أنت أصبت السنة لكن أخطأت الأدب. قال له ليش أخطأت الأدب؟ قال له شنو قيمتك حتى تقول له للرشيد يرحمكم الله؟ ها؟ تمنوا؟ ها؟ عجيب يعني، تتأمل. هذا إنسان يا أخي، أرجوك، هذا إنسان وأنت إنسان، شنو اللي غيره؟ هذا المفروض أنت في ظل إسلام، في ظل نظام إسلامي، وتحكم في ظل نظام إسلامي، يعني لهالدرجة؟ ها؟ أنت لهالدرجة مثلا؟ هذا أين يلتقي؟ وين تقدر تخلي هذا يلتقي مع من كان يأخذ هذا الإنسان اللي ملابسه ملوثة، اللي هو غاية بالفقر غاية بالضعف، يحط إلى جانبه، يقول للنبي يا علي أنت أبو اليتامى والمساكين. زين، أرجوك، هذا اللون من الخلق اللي نعتبره إفراج إسلامي من التعاليم كانوا يحملوها الطبقة المميزة من رواد الإسلام، وين تقدر تحط وياه اللون من العجرفة من الغطرسة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله شحقه عمليا بعدة مظاهر. مظهر من المظاهر هاي المؤاخاة، مظهر من المظاهر تزويج الإماء، مظاهر أخرى أراد تحقيق المساواة بها. هذا من الأعمال الضخمة، زوج الإمام علي في نفس السنة من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في أول سنة أول مقدمهم إلى المدينة، قام بأعمال كثيرة. من جملة هالأعمال رتب هالأثر على الإسلام والهجرة، أن هذا المسلم والمهاجر إجا، صار إذا مات واحد من المسلمين يرثه أخوه المسلم المهاجر. ولذلك الآية تقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء
حتى يهاجروا. ويقولون هاي نشخت، طبعا نشخت بالآية اللي هاي اللي بين أيدينا الآن، وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض. بس الغريب أنا رأيت كتبنا تروي المحاورة اللي صارت بين هارون الرشيد وبين الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. الإمام موسى بن جعفر كان يستدل بها وكأنها لم تنشخ. شلون؟ لأن الإمام موسى بن جعفر لما طبع على هارون الرشيد قال: لما ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله من دوننا والعم يحجب ابن العم؟ قال: شلون تقول أن إحنا ما نرث وأنتم ترثون؟ وتعرف أن النبي لما توفى أبوكم أبو طالب ميت، وأبونا العباس عدل، والعم يعتبر من طبقة قبل أبناء العم، زين؟ فعليه هو اللي يأخذ الميراث، العم يحجب ابن العم. شو معنى تقولون احنا ورثنا النبي والحال ابوكم ميت واحنا ابونا عدل، احنا اللي ورثنا النبي؟ قال للامام سلام الله عليه: هذا اللي تحكيه اذا ما اكو وارث صلبي. قال: هذا على نظريه العصبه. الميراث اذا اكو وارث صلبي، واحد مات وعنده وارث بنت او ولد، هذا هو اللي ياخذ، زين، هو اللي ياخذ الميراث. وأما ذاك اللي تحكي عنه أن العم يحجب ابن العم، نعم إذا كانوا ذولا في طبقة أخرى، أما إذا كان عنده وارث صلبي. هذا الكلام كله ما يرد، أنت تتكلم بناء على نظرية العصبة. وقال لها: نحن لا نقول بها. قال لها: هي وحدة. الثانية قال لها: ألفت نظرك لشيء. قال: ما هو؟ قال: عمي العباس حتى لو فرضنا يستحق، نعم ماكو واحد يزاحمه، لكن عمي العباس لا يرث لأنه ممن آمن ولم يهاجر، فقطع الله ولايته عنا بقوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال له: ما يستحق، العباس أسلم لكن ما هاجر. اربد وجه الرشيد، تغير لونه ألوانا، قال: يا موسى، هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال: لا. قال: والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. على أي حال، يبدو أن الإمام سلام الله عليه يحملون موقف الإمام هذا على أساس أن موقف أراد أن يضع إيده على هذا الحكم قبل أن ينسخ، زين، وجهه توجيهات. وإلا الظاهر اللي نقدر نستفيده من الواقعة أنها غير منسوخة. على أي حال، أعود للآية. الآية لما ذكرت الميراث قلت لك الميراث مر بها المراحل الثلاثة. المرحلة الثانية أن مسلم ويهاجر يرث أخاه المسلم، هاي نشخت بيش؟ نشخت بهذا المقطع من الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هاي من موارد استدلال الفقهاء على أن هذا المقطع نشخ ذاك التوارث السابق بالإسلام وبالمهاجرة، وأثبت التوارث بيش؟ بالقرابة، أولو الأرحام بعضهم على طبقاتهم، طبعا على الإجمال على الطبقات، طبقة الأولى والثانية والثالثة. أيضا فقهائنا يستدلون ترى بهذا المقطع على أن البنت إذا واحد مات وخلى بش بنت ما عنده غيرها، إذا هذه البنت طبعا لها فريضة النصف، لكن النص الثاني يردوا عليها بيش؟ عملا بهذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما أكو واحد أقرب للميت من بنته. بينما المذاهب الإسلامية تبطي الباقي للعصبة، تشيل النص الآخر تبطي للعصبة، الأعمامة أبناء عمة، بينما عدنا له الميراث يرد على ابنته، ينعطى نص بالفرض ونصف بالرد. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، طبعا يعني أرجوك أنا أتعب وأطارد وأكد وأكدح، هو أنا من أجل أولادي،
هو كل انا على هذا العمل لأقوم به من اجل اطفالي. ولذلك العرب شو يقولون؟ العرب يقولون الولد مجبنة ومحجنة ومبخلة. شنو معنى الولد مبخلة؟ الانسان اذا ما عنده ولد تلقاه بالمصرف والله يتوسع، ينطي ويروح ويجي، يقول المن انا ما عندي احد، هذا ما طول عدل العب باموالي كيف ما اريد. زين، لكن اذا عنده اولاد يقول لا والله مو شي، يعني انا دول اولادي طلعتهم الى الوجود، انا سبب في اخراجهم الى الوجود، ما يصير احرمهم، يعني اخليهم شنو من بعد يتكففون الناس، يبقى يحسب حساب، اذا اراد يصرف شيء ياخذ بعين الاعتبار عنده اولاد باكر، شو راح يخلي لهم؟ عنده اطفال، عنده عائله، فهو من هالناحيه مبخله وبعد مجبنه. فعلا المسلمين في صدر الاسلام كانوا دول المقاتلين بصوره خاصه، الجنود ما كانوا يتزوجون. ليش؟ يقول لك اذا تزوجت صارت عندي اطفال، واذا صارت عندي اطفال مو سهل علي اعوف ابني اروح انقتل، مو سهل علي. لو خالي الظهر لا والله الحياه سهله، لكن عندي عائله، عندي اطفال، عندي اسره، تصبح الحياه عزيزه بعين. يصبح الولد الولد يصبح في واقع الامر يعني شد الى يصبح يعني ياخذ فت قصه حيز كبير من اهتمامه. ومحزنة ليش؟ ما يقدر يتحرك لا يمين ولا شمال إذا عنده أطفال. شنو هذا الشاعر شو يقول؟ أبياته، الأبيات المعبرة الرائعة، يقول لولا بنيات، لولا بنيات كجغب القطا رددنا من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع بالأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. يقول أنا لو ما هالأطفال اللي مثل الريش، مثل اللي ما إلهم جغب، اللي بعدهم أطفال صغار دولة، لو ما ذني لا والله أروح أطير وين ما أروح أروح، ها؟ لكن هذول المن اكلهم؟ المن اتركهم؟ منو مسؤول عنهم؟ بشك محزنه، فراقهم محزنه، فهم يشكلون اولا مجبنه، ما يطلع يقاتل، ما يطلع يذب روحه في لهوات مثلا حرب، لانه يحسب حساب لاطفاله من بعده، ومبخله ومحزنه. فهي اساسا الانسان يعيش من أجل الأجيال التي تأتي من بعده. صحيح إلي قصد في الحياة، صحيح أنا إلي حظ، إلي نصيب في الحياة، لكن أنا أيضا غصبا علي تمر إرادة الله عبري، أنا مثل ما يعبرون عني الفلاسفة واسطة بالفيض، أولادي يمرون عبري شئت أم أبيت، غصبا علي هذول أولادي اللي يمرون عبري لازم أرعاهم، لازم أحسب لهم حساب، فأنا من أجلهم. فإذا كان من أجلهم شنو أحرم ابني، أحرم بنتي، بزر قلبي مثل ما نعبر عنه وأشيل أنا أنطي إلى فلان وفلان؟ ماشي، طبعا خلاف الفطرة هاي، وإحنا عندنا الإسلام دين الفطرة، وهذا لا ينسجم مع الفطرة. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ليش قدمتهم؟ من المؤمنين والمهاجرين. يقول ذولا أولى من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. زين، أنت يعني إذا عندك واحد من الأولياء، يعني افرض قريب أو حبيب أو صديق، تريد توصي له وصية يعني خارج الميراث، تقول والله فلان إلى هالكثر أعطوه هبة مني إلى هذا. المعروف هو عبارة عن الوصية، هذا الشيء اللي تسووه لأوليائكم وبي معروف، ها هذا هو المعبر عنه بالوصية. يقول في مثل هالحالة أنت تقدر توصي إلى بعض من تريده. أنا شفت بعض الفقهاء يقول هاي الآية الكريمة تدل على أنه لا وصية لوارث، لا بالعكس، الدليل غير ناهض
إطلاقا. يعني بالأدلة كلها متضافرة تجوز الوصية للوارث. أنا أفرض عندي وارث يأخذ حصته من الميراث، لكن لأن عنده ميزة، يعني عندي مثلا أخو يلحق حصة من الميراث، لكن هذا أنا شايفه يشرف على عيالي، يرعاني، شايفه إنسان مكرم محترم على أخلاق على مستوى عالي، عنده ديوان، أريد أكرمه، ها؟ شو المانع؟ لا بالعكس، وصية لوارث جائزة، والآية ما تدل على هذا المعنى. جه من بعد هاي المقدمات نرجع للآية الكريمة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هاي الآية استدلت بها الزهراء سلام الله عليها من جملة أدلتها على الميراث عندما ألجؤوها الصحابة. الصحابة ألجؤوها إلى أن تقف الطالب بيش ببلغة لأطفالها، بلغة بسيطة. ولذلك رحم الله الشريف عون يقول: بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ظلة وشفاها، هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها. إيه نعم، فعلا رسول الله صلى الله عليه وآله ما ترك عدهم إلا هالبضعة، ما كان يعني ممكن أن هالبضعة تكرم إكراما لرسول الله، ولا كانت جميل أن يقطعها فدكا، لجميل أن يقطعها. هذه يعني هالبلغة اللي إلها ولأطفالها، ها؟ بليغة ابني تعبر عنها هي نفسها، هي تعبر عنها بليغة ابني في خطبتها، هذا اللي يشد حاجتها، هذا يؤخذ منها، يتركوها دامعة العين كشيرة القلب، يوقفون من هذاك الموقف يخلوها ترجع وملء نفسها ألم ولوعة. وين تروح؟ تمر على قبر أبيها، تجلس على القبر، تتراكم على ذهنها الصور اللي كانت في حياتها، الأيام اللي قضتها في ظل هذا الوالد الكريم، مرت عليها وهي جالسة على القبر بيش عبرت بدموع عينيها، مرت بأناملها على التراب وتركت للدموع أن تأخذ طريقها إلى ثرى قبر رسول الله. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي. تعرض لصور من الألم، تعرض لحالات مرت بيها، ولعل من أقسى تلك الصور أن تراوي أثر على جبينها من اللطمة، تعرض لها الأثر. أبويا مر على عبدا ضربني، من سطر جال القيا عذبني، من الناس ما واحد حشمني. رافقتها هالآثار هذه، أثر الضربة، العين الحمراء، أثر الشوق، أثر الضغط، كل هاي رافقتها إلى أن حملها علي إلى قبرها، حملها
وحمل معها هذه الجراح، حملها وحمل معها هذه الآلام إلى أن أنزلها إلى القبر، جلس على شفير القبر. أراغل ليل الدنيا عليك كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقاد فاطم بعد أحمد دليل على أن لا يدوم. إخواني شوية نتوجه إلى الله عز وجل بهمومنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. صل على محمد وآله. اللهم ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، واختم لنا بالعاقبة الحسنة، واقض حوائجنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.